يا إثيوبيا هجروا يمك كركوميشن بواجه تقوامه يلاعب أبوش كروش بوي تفتاو هجر بس أن مسألة لين تقوام ورسلاس جب يتلاعيو يتكبر مرافوتشن بماسك مترو كنزي مرافوتشوسم أهون كوميشن ويدرسبت يا أجندة مسبا سبنا ويجت مرافاندنو لمنو يا أجندة مسبا سب مالت من مالت نوسنل بكوميشنو يا أجندة مسبا سبنا ويجت أستوابري هونوت أتو تمسكنا بريسان تيجن أجندة من لو كوميشنو بحال علي لمفتي سنك أمد لمفتي يتلايو أكالات كوج بلوز تمكاكرو مفتي لمامتات بميترو بتساعد يتك أمد رئيسة قداي مالتنا نزيارة سو قدايوش دموك قدم كان الساوت قام قنايت على باجو إجيك مسارتاوي بهونو هاقراي قدايوش لاي ليونتو تشن ليتن بنزا ليونتو تشن عاتببن هاقراي مقباباتن لنامتا يمياس تشلن رئيسة قداي مالتنا باجو أجندة قلّة سوّج يعني يالوتنا يوي يتوه كالن دوان يمي فرلقوتن تياكي ببوستا كمالاك جمرو يتلاعيو منغروجين تكتلو يمي أكروبات منغر سيوهن يا كوميشنو أجندة ما سباسبيا منغروج بزها منغرين يتكتلا مونون يمي أسايو مونوم أستباباريو نغرونا كزي موجي يمي سباسب باتشو منغروج هالو كتنات إلييال ندى قباتي وسادا بتلاعي منغر يتهرو تناتوج كوميشنو مياست أنهم تناتن جامرو مالتنا عندونو ليلو ماني يوم جلسب ويدقمو interest group بغارام خونو كوميشنو بالنزيرة سا قدعوش لاي بيان لايا ينيت لايا ينباتشو مسارتاوي قدعوش النزيناتشو بالنزي لاي بيان مكاكرن هقراي مقباباتن لنامت آنشلا لن بلو وده كوميشنو بتلاقي يمن قد يمامت وبات مالتنا وصلتنا وبركاتا قبات وچم لها قراوي مككرو يمي كارباون أجندا لمي كارساو كوميشنو قبات اندامي هنوم بالمو عبرار طوال نزين انقدي بتلاقي يمن قد من ليو أجندا قباتنا ومي هنو مكنياتهم قدم اندالكوت رئيسة قدايون يمي ليو قراوي مككر كوميشن مكنياتهم سلطانو بهقو لي ما قواق وامياوجو لي سلطان يتسطو لكوميشنو سلحونا مالتنا سو أنا نقدي من سبب سباقو يتلاعيو أجنداوتش لأجندة كرس أو جبهات فنو يا جلك لالو مالتنا. هجر لليونة النامك أكار لقيتش النال مجبباتو كلو مكنياتنا أجو تبلو يتلاعيو مسرتاوي أجنداوتش لا ويجت بمدرج يارتن يوم رافتك بارن مكوان لا يدر سالم تبلو. كلي يبوها لا بنزار يسقط داوتش لا يا مكاكر يتلاعيو تساعتها في وجه بلد الشاكلاتن. قدي لمككر ይቀርባሉ ማለት ነው እነዚህ አጀንዳዎች ያንን የሚያሟሉ ቀደም ያልኩትን እጅግ መሰረታዊ እና ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለልዩነት የሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች ለምክክር ይቀርባሉ ማለት ነው በነዛ በተለዩ ጉዳዮች ላይ ቁጭ ብለን ተመካክረን የመፍትሄ ሐሳብ ምናስቀምጥበት ማለት ነው እንግዲህ ያ በሚሆንበት ሰዓት አራተኛው ምዕራፍ ይሆናል የኮሚሽኑ በሀገራዊ ምክክሩ አምስተኛ ምዕራፍ ይሆናል የተለያዩ አካላትን ሐሳብ በማካተት የምክር ሐሳብ ትግበራ ምዕራፍ የሚከናወን ይሆናልም ተብሏል